إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عامل ايه؟ بكم كويسين؟ وبدايه فيديو تاني النهارده رياكشن برضو على الشيخ مشاي العكاسي من سوره هود برضو من صلاه التراويح. وقبل ما ابدا، لو انت اول مره بتشوفني، اسمي احمد وانا من مصر، بعمل فيديوهات رياكشن. انا اسمي وصابين من اندونيسيا، والشيخ برضو قران رياكشنز وبعمل تحديات برضو. ولو انت اول مره برضو بتشوفني مش شفتش القناه، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو متنساش تضغط لايك، تشجيع ليكم مني عشان ان شاء الله استمر في الفيديوهات، في الفيديوهات وتقدير برضو المجالات اللي بيعملها. ولو برضو لو انت مشترك القناه ما تنساش تشير مع اصحابك برضو عشان نوصل لكم مشاركة ان شاء الله في اقرب وقت. ودعمكم وعندكم اي مقترحات ابعتوها على الانستجرام اللي هيظهر لكم برضو هنا ده، واللينك ده في الديسكريبشن. وتابعوني برضو على صفحة الفيسبوك اللي هيظهر لكم برضو هنا، واكونت التيك توك بتاعي في الديسكريبشن تحت برضو ويظهر لكم هنا. وكل ده فضلا ميس عمر. ويلا شو الفيديو. بسم الله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي يا جماعة ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تتابعوني بلايك، تشجيعا لكم برضو مني. ويلا نكمل الفيديو.
تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ما شاء الله يا جماعة تلاوة مؤثرة جدا وتمس القلوب ودي من وانا من محبي الشيخ مشاري العكاسي ولو عجبكم ردة فعل تشوف تابعوني بلايك فضل الله يسعى عمرا تقديرا تقديرا للمجالات اللي بعملها وعشان تشجيع المرضو ليا اللي بيعمل فيديوهات تانية زي دي ومش هتخشوا في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا لكم كل جديد ان شاء الله
ولو انت مش مشترك القناة تعمل شير مع اصحابك عشان ان شاء الله نوصل لعدد مشترك وندعمكم ان شاء الله. وعندكم اي مقترحات برضو لو في التعليقات تحت او تبعت لنا الانستجرام اللي هيظهر لكم هنا ده، وبرضو تابعونا عن صفحة الفيسبوك اللي هي تظهر لكم هنا برضو، والتيك توك بتاعي تيك توك بتاعي في الديسكريبشن تحت اللينك برضو ويظهر لكم برضو هنا، و هيظهر لكم برضو ويكون اللينكات في الديسكريبشن طبعا. و ان شاء الله بدعمكم نوصل لايك ومشترك في اقرب وقت ان شاء الله. و واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله برضه هعمل قران رياكشنز على الشيخ مش عارف ناسي برضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.